لي في اللي كنسمحتهم علاش لا. مرحبا بكم معايا فيديو جديد. اليوم اللوك بوك مولفه كنحط فيديوهات ديال لوك بوك، مي اليوم شويه سبيسيال غتقولوا لي علاش. حيت هاد لوك بوك انسبيري من فنانات مغربيات اللي كنا شفناهم هاد رمضان هادي في السلسله الشهيره اللي دارت مشاهدات خياليه اللي هي ياقوت وعنبر. كيفاش جاتني الفكره انني تبعت هذا المسلسل وكنت من محبي ديال هاد السلسله هادي، عجبتني بزاف بزاف اللي دي جاتني في الاول ديال هاد لا سيري وفكرت فيها قلت علاش لا نبارطاجيها معكم. دونك خديت دي لوك بوك ديال 5 ديال الممثلات غادي تشوفوهم معايا في لا فيديو، حيت كل واحدة عندها ستيل ديالها. وكذلك اختاريت هاد لا فيديو هادي حيت انا لو ستيل اللي كنحط في القناه ديالي او المحتوى ديال القناه ديالي جاي في هاد النطاق هذا ديال الفاشن ديال التنسيقات ايتو. فوالا كنتمنى لا فيديو تعجبكم، اي كاع لي زارتيكل اللي غادي تسولوني عليهم غادي نخليهم لكم في صندوق الوصف هكا باش تلقاوهم بسهوله. بقاو معايا حتى الاخر ديال لا فيديو، خليكم دابا مع لي لوك. برومي لوك ديال فاطمه زهراء قنبوع اولا ياقوت. اولالا هاد لو ستيل عجبني بزاف، لي تري دي كونتراكتي انتم غادي تشوفوا، كيجي سامبل في لو نوار بهاد جاكيت لي كروب توب، الستيل كروب توب كومبيني مع هاد لو ستيل كاغو ديال لي بونتالون. الوغ هنا لافيس لبستها محلوله كتعطي واحد لو ستيل زوين، افيك ان توب لي حتى هو في لو نوار اي دي اكسسوار. ان ستيل دي كونتراكتي كيما كتشوفو، هنايا محلوله كتجي بحال هكا لي كومبيني مع هاد لو بونتالون لي كيجي تاي اوت، مريح في اللبسة كتحسي براسك أليز، فيه دي بوش وحتى من تحت. هاد اللبسة حيت اوني دارت ليها واحد لو ساك في لو روج بوندوليير اي لي ميني بوت. فاطمة زهراء كتبقى مختلفة ومتميزة لا في تمثيلها ولا في اللبس ديالها، دونك هاد لو لوك اي لي توب. هنايا خديجة زروال عندها واحد لو ستيل زوين، فكرتنا في ايام زمان لو نوار اي بلون نوستالجيا. انا ديجا واحد الحاجة من محبي القبعات الا رديتو ليها البال، لي شابو عندي شي حاجة اللي مهمة. لبسها كما كتبان لكم كلها في لو نوار، تشوكا في النوار، شابو اللي مختلف شي شوية خدينا في لون بوردو، لا جوب اللي تري سامبل في النوار حتى هي، لو ساك بوندوليير اللي اختارينا في هذا اللون كامل باش يهرس لينا هذاك لو نوار اللي لابسينو ويعطينا اون بتي توش لي زوينه. لي باسكيت هنايا بوما تا هما في نوار تري سامبل. هاد لو لوك قريب شويه من اللوك اللي كنلبس حتى انا، سورتو بلو لوك ديال لي شابو لي لونيت اي لو نوار. دوز اللوك ديال هند بن جباره اللي كل نعومه ونوتا، سورتو لا كولور اللي اختارت هنايا ان بليزر اللي في الغوز بال مع ان توب في نوار تري سامبل، اي ان جين اللي فيه دي ديشورور سليم. الوغ نبداو بالبليزر ديالنا هنايا من اوساي، اي لو توب من زارا، لو جين سليم من هاوند ام، اي دي باسكيت بوما في نوار تري سامبل. سانديا ماشي غير سميتها اللي متميزه، مي حتى لو ستيل ديالها. هنايا جي اوبتي بور هاد لا روب هادي اللي تري سامبل، الوغ لا روب هنايا ستيل ماكسي كتجي طويله كتحدد لا تاي، فيها ان ديكولتي لي زوين. هنايا كيما كتشوفو درت ليها دي زاكسسوار، افيك ان ساك بوندوليير حتى هو فهاد لا كولور بويسكو لا روب اون كولور اوني، اي دي شوسور هاكا دي موتيف ليوبار.
هاد لا كولور كتجي مع هاد لو بلو ولا الفيولي. كتمشى معها بزاف. كاين واحد الفتيحه في اللور ديال لا روب ديالنا. اول مره كنلبس هاد لو ستيل ديال سانديا، قولوا لي كيفاش جاكم. لو ديرني لوك اللي اختاريت لكم ديال ندى هداوي، لوك صيفي ربيعي اللي مريح. الوغ كيما كتشوفوا هنايا لو بونتالون لي فلوري، لو او من نيويوركا لي تري سامبل في لو نوار كومبيني مع البونتالون لي تاي اوت من بيمكي ستيل فلوري، زوين برد فهاد الصيف هذا، اي دي ساندال سامبل. avec un sac bandoulière في النوار très simple. هاد لو لوك يجي زوين مع لي شفو بحال هكا متلوقين، كيعطي ان لوك لي زوين. كيف نفس الوقت très simple. كان هذا هو لو ديرني لوك في لوك بوك ديالنا ديال اليوم. اي فوالا. الو من المنبر هذا كنوجه تحيه اعجاب لجميع الفنانات المغربيات اللي كانوا عندهم مشاركه في هذيك السلسله الناجحه اللي نالت الاعجاب ديال المغاربه كاملين، اللي وجهوا منها رساله اللي زوينه بزاف. كنتمنى ان يكونوا مسلسلات في المستوى بحال هذا المسلسل اللي داز هذه المره هذه في هذا رمضان، يقدموا لنا بحال هذا النوع ديال السلسلات. شكرا شكرا بزاف لكم، شرفتونا وديما غتشرفونا. درتوا لينا واحد الاداء اللي فرحنا بزاف، وداك الشيء علاش كتكون هاد لا فيديو ديالي حتى هي كاعجاب، تعبير على الاعجاب ديالي وعلى الشكر ديالي بكم نتوما. كنقول لكم بون كوراج المسيره ديالكم الفنيه في الحياه الشخصيه في اي حاجه. هذه كانت غير فيديو اللي خفيفه انني باش نعبر بها على الاعجاب ديالي، حيت انا كنت من المحبي ديال هذه السلسله اللي عجبتني بزاف من الاول حتى الاخر تبعتها. اي كنقول لكم تحيه خاصه من المانيا. كنتمنى لا فيديو تكون عجباتكم. انا كنت متحمسه بزاف باش نصور هاد لا فيديو هادي، ودرت فيها مجهود فريمون مجهود كبير. كنتمنى انكم تخليو ليا في التعليق ديالكم شنو هي الشخصيه اللي عجبتكم في هذا رمضان هذا في السلسله ياقوت عنبر. ايش الحاجه الثانيه، شنو هو لو لوك اللي عجبكم في هذا لوك بوك اللي خليت لكم. ما تبخلوش عليا بلي جيم بلي كومونتير الا عجبتكم بيان سور لا فيديو. الا كان كيعجبكم هذا النوع ديال لي فيديو اللي كنحط تنسيقات لي اوتفيت باش تاخذوا افكار ولا شي حاجه بحال هكا، خليوهم ليا حتى هما في كاع افكاركم، كتبوهم ليا في التعليق غنقراهم كاملين. اي كنتمنى لكم نهاركم مبروك، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. بيزو بيزو.